الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الحفل الكريم من شيوخ القبائل ومن رجال الفكر والشعر والإبداع من أبناء هذا الوطن الكبير المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الشيخ الشهم صاحب السجايا الحميدة والأخلاق الفاضلة الشيخ فيصل الغرمول البقمي، شيخ الرحمن من البقوم، رئيس مركز عرقين، الرجل الذي اعتز بصداقتي إليه ولقبيلة البقوم كافة من مشائخها ومن رجال الشعر والأدب والفكر. نشكر الشيخ فيصل على دعوته لنا، ونشكر أيضا الشاعر مرهب البقمي على دعوته المكررة، والشاعر أيضا عبد الله بن مرهب البقمي فارس الصحراء. نشكر جميع البقوم، القبيلة الأصيلة، القبيلة التي يفتخر بمشائخها وبرجالها وبشعرائها وبأدبائها عبر التاريخ. ليس بغريب على الشاعر المبدع مرهب البقمي الذي حلق في سماع الإبداع بنصوص في جميلة في شعر المحاورة، وشعر المحاورة فن من فنون الشعر الشعبي لسكان هذه المملكة العربية السعودية. الشاعر مرهب الذي استطاع أن يلعب بركائز شعر المحاورة، الإلغاز، الغموض، الكناية، دفن المعنى، الإيماء. شرفت بحضور شاعر المعنى لهذا العام، وكنا في كل حلقة كل الشعراء الذين حضروا من شعراء المملكة كلهم شعراء في شعر المحاورة، نقول لهم أنهم شعراء يستحقون التقدير. الإبداع تكريم قبيلة البقوم الليلة للشاعر المبدع مرهب البقمي هي تكريم للإبداع وللشعر ولفن المحاورة، هذا الفن الذي تفتخر به قبائل المملكة العربية السعودية. ليس بغريب على الشاعر المبدع مرهب البقمي، فهو عاش في أحضان وفي أكفان هذه القبيلة الأصيلة قبيلة البقوم، وكان هو امتداد لشعراء قد سبقوا، منهم من مات رحمه الله مثل الشاعر المعنى ومثل الشاعر فيصل الرياحي ومثل غيرهم من الشعراء الأوائل، ومنهم الذين باقين حتى الآن وبن جرشان وغيرهم. فهو عاش في بيئة الشعر وفي بيئة الإبداع وفي بيئة الأصالة وفي بيئة القبيلة، فهو يفتخر بقبيلته ويعتز به، يعتز بقبيلته، ونحن نعتز بكل شاعر ينتسب إلى قبيلته ويظهر إبداعها ويظهر إبداعه أمام الملأ وأمام العالم. حضور الشاعر مرهب البقمي والشاعر عاضة المرزوقي من قبيلة البقوم، فهم يمثلون قبيلتهم في شاعر المعنى لهذا العام كغيرهم من الذين شاركوا، وكل يمثل قبيلته. ولكن كان الإبداع كبير للشاعر مرهب وللشاعر أيضا عاضة المرزوقي ولغيره من الذين حضروا لهذا العام ومن الأعوام السابقة أيضا. لذلك فيشكر الشاعر مرهب القمي على إبداعه الكبير في شعر المحاورة، وأيضا يشكر كل من ساهم وكل من ساعد وكل من وقف وكل من ساهم مع الشاعر مرهب، سواء بالتصويت
أو بالحضور أو بدعمه الدعم المادي أو غيره. ونشكر أيضا الشيخ محمود البقمي خوي السعد، وأعجبت كثيرا من كلمة خوي السعد، لأن الخوة عند العرب عظيمة. خوينا ما يصرب في المصالي ولا يشتكي منا دروب العواري، وخوينا نصب الليل يأتي لها الطيب ولا يجيهن المقادير جاري. وقالت العرب أيضا: صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني. ويا ليت كل القبائل يكون فيها مثل الشيخ محمود القمي خوي للسعد، يدعم الإبداع ويدعم الشعر. العرب نحن كلنا عرب، عرب الجاهلية، من 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 هؤلاء الذين حضروا هذه الليلة من القبائل. لذلك كان الشاعر في الجاهلية إذا ظهر في القبيلة دفت له النفور وطرقت له الطبول ونحرت له الإبل وتفتخر القبيلة بظهور وخروج شاعر. فما بالك بشعراء مبدعين مثل الشاعر مرهب البقمي، مثل الشاعر عاره المرزوقي، وغيرهم من شعراء القبائل الأخرى. لذلك تكريم قبيلة البقوم للشاعر مرهب الليلة تكريم للإبداع وتكريم للشعر وتكريم للفكر. نحن أمة قال في الأثر: لن تترك العرب الشعر حتى تترك الإبل الحنين. الشعر ديوان العرب، الشعر يقوم النفوس. ولولا خصال سنها الشعر ما درى، بغاة المعالي كيف تعتى المكائن. لذلك تكريم البقوم، قبيلة البقوم العريقة، لهذا الشاعر فهو تكريم للأدب وتكريم للأصالة وتكريم للتاريخ. فتشكر هذه القبيلة على تكريمها لشاعرها المبدع. وأنا باعتباري رئيس للرابطة العربية للثقافة والفكر والأدب في الوطن العربي، فقد تبرعت بدرعا على الرابطة الليلة لهذا الشاعر المبدع. وباعتباري رئيس مجلس إدارة مجلة لسان العرب، فتبرعنا بدرع للشاعر المبدع وشهادة لتفوقه ولإبداعه. فهو شاعر يستحق أن يشكر، وشاعر يستحق أن يقدر وأن يحترم وأن يكافئ. فتشكر قبيلة البقوم العريقة في تكريمها للشاعر مرهب القمي، وهو تكريم للإبداع. ونسأل الله له التوفيق ولزملائه أيضا، ونسأل الله التوفيق لهذا الشعر وفن المحاورة الذي هو فن من فنون الشعر الشعبي لسكان المملكة، وهو فن إبداعي ويعتمد على شعر الارتجال والبديهة. ولا يوجد في أي مكان في الجزيرة إلا عند القبائل وعند العرب في المملكة العربية السعودية، وهي بدايات المحاورة من المملكة العربية السعودية، وانتشر في الخليج العربي وفي غيره من البلدان. لذلك نحن نشكرهم ونشكر قبيلة البقوم على احتفائهم للجميع وترحيبهم أيضا، ونسأل الله لهم التوفيق جميعا. شكرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا والله ومسهلا، الله يحييكم. الليلة من ليالي العيد. مشايخ القبائل ومشايخ قبيلة البقوم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. باسمي وباسمكم في هذا المنبر الإعلامي يسرني ويسعدني أن أشكر الشيخ فيصل بن ناحي الغرمول على الهدية. يسرني أن أشكر الشيخ فيصل بن ناحي الغرمول على الهدية المقدمة لي من قبله، وهي جيب جي إكسار 2011. وبالرغم من أنه لا يريد إعلانها، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اسم عظيم الشان مبنى قافي، الله يجملني لجامي قافي، يا رب جملني وجم الأمن ربعي أوفي ومن حسن الكلام استافي. اسم عظيم الشان مبنى قافي، الله يجملني لجامي قافي، يا رب جملني وجم ربعي أوفي ومن حسن الكلام استافي.
البارحة علي التنام عيوني والهيت في لذة منامه غافي يا جاهل المنظر ترى للمنظر رهبة وايله ضمير سنافي يا جاهل المنظر ترى للمنظر رهبة وايله ضمير سنافي لصار ربعه مثل شاوس ربعي ما تضيح الايام سد خافي ربعي تمدد الطور الطويل النايف وصفه يمين انقمته وصافي سوى القومه للفخر والهيبه ربعي تمدد الطويل النايف وصفه يمين انقمته وصافي سوى القومه للفخر والهيبه ستر على بيت القصيره ضافي وعدونا نومه يفارج عينه يشرب كدر من بعد شنه صافي وصويبنا يقضي حياته حسره ما هو لو طال الزمن متعافي يدري بان الماحنا مسمومه ومن ناشته ميت ويومه وافي وسبارنا فعله يبين وجهه يهلف على روسه ضابه لافي وصوفنا ما بحد يجهلها تروى من الاسلاف للاسلافي اصواتك يوم لقى مكروهه وايماننا من ضربنه العافي اصواتنا يوم لقى مكروهه وذيقاننا من ضربنة العافي وجريحنا جرحه يجي في صدره ما يجي مطعون على الاكتافي لانه لشاف الموت رجل يقدم غيره يخافه امه او بيخافي حنا غريب الدار يدله معنا نغنيه لو ان السنين اعجافي وجيهنا يا عنك ما هي تسهج وجيهنا يا عنك ما هي تسهج والباوق ما هو عاد اشرافي حنا هالطاره اليابا غدره ما هو بيخلم احنا الحوافي والمخذ تلبث مرشقه وهلها ولجل بنات البدو برض طرافي وحكم السلطان والمخذ تلبث مرشقه وهلها ولجل بنات البدو برض طرافي ومن السلطان وكل قبل عنك ما طاعتي لنا عيتا عسافي قبل على روس العدان ازعجها طوال الحوارج والطول الحافي صدواتنا من ذاقها عهدنا صدواتنا من ذاقها عهدنا عاداتنا تفريق ترى الاولافي صدواتنا من ذاقها عهدنا عاداتنا تفريق ترى الاولافي لزانت الحيله الراعي الحيله وطار النهار ويبس ترى جافي خيالنا يوم الناقة يتجر يجيه لطار الطرد شعافي ودمعي ابن جهال وعزاله وعزي الجهال باع الرافي وباسم الامير اللي جمل فعله لصد عنها بادر اطرافي لصعب تيناره وغيره جنه جا في قلوب الخايفين الجافي شيخ سمه الرواسي يرسي من لب من حدته شيخ سمه الرواسي يرسي من لبه ما عاد جاه خلافي فيصل صليب الراس طنزل يمنع يقدم فيصل صليب الراس طنزل يمنع يقدم وهيا بشقى وقافي نمنحك الغرمون من وقفاتك لقفة علوم الصاحب الحلافي يفتح لك الله كل باب بمضوك حلولك ما هي مرباع ولا انصافي يا مرحبا مهل وابن المزنة اعداد من يسعى ومن يطافي جموع من اصبع البسيطة جونا عز وكرامه والقلوب الضافي مبروك يا مرهب وهذا مجدك مجد للبتم جاد راي الضافي والشعر اللي ما يجمل ربعه ودك ما يحفظ له ولا محلافي وربعك هالطاره حزام جنوب درعك على صدرك متين وضافي وقف ولا تظافر وبين اسمه يوم ان بعض الخلق ما ينشافي حمود ابو ظافر عريب المجنى وافي وفعله ابن عمه وافي وحمود ابو ظافر عريب المجنى وافي وفعله ابن عمه وافي حر النظر عينه ما هو بقريب حر الحرارة محققة أهدافي عسى الله يبيض وجيه اللجنة لا ظلم لا زلة ولا شد حافي ولا هي غريبة دي سوات الطيب ما يكثر الزلات غير الهافي وسلامتكم.